في شهر رمضان الكريم تتربى الأسرة المسلمة على التعاون فيما بينها على الطاعة وعبادة الله وتجهيز الإفطار وتوزيع الإفطار على الصائمين، فينقضي رمضان وقد تعلمت الأسرة المسلمة التعاون على العبادة والنوافل والتكافل والتراحم، وينشأ الأطفال على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وساعدهم على أنفسهم في قيام الليل وشجعهم وبشر معهم العبادة بنفسه. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غليكم.